مرحبا بكم مرة أخرى. قال مساعد قائد كتيبة أزوف التي تدافع عن مجمع أزوفستال الصناعي في مدينة ماريوبول في مقطع مصور الخميس إن معارك دامية تدور داخل الموقع. وأضاف المسؤول العسكري الأوكراني أن الروس لا يحترمون وعدهم بوقف لإطلاق النار أعلنوه يوم الأربعاء. مرة أخرى انتهك الروس وعود الهدنة ولم يسمحوا بإجلاء المدنيين الذين يواصلون الاختباء من القصف في قبو مصنع أزوفستال. ندعو المجتمع الدولي إلى إجلاء المدنيين، وأنا شخصيا أناشد القائد العام أن يعتني بالجنود الجرحى الذين يموتون في عذاب بسبب العلاج غير الملائم. وتتناقض هذه التصريحات مع ما ذكره الكرملين، حيث أكد المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف الخميس أن ممرات إنسانية قائمة لإجلاء ما تبقى من المدنيين في هذا المصنع الذي قدر رئيس بلدية ماريوبول عددهم ب200 شخص. وتتجه قافلة جديدة تابعة للأمم المتحدة إلى مجمع أزوفستال بهدف إجلاء المدنيين المحاصرين فيه، وفق ما أعلن مسؤول أممي الخمس. أعلنت روسيا اليوم طرد 7 موظفين في السفارة الدنماركية في موسكو بوصفهم شخصيات غير مرغوب فيها، وطالبتهم مغادرة البلاد في غضون 2 أسبوع. إلى ذلك قال الكرملين إن استمرار دول الغرب في إمداد أوكرانيا بالأسلحة والمعطيات الاستخباراتية لن يمنع روسيا من تحقيق أهدافها المطروحة ضمن إطار عملياتها العسكرية في أوكرانيا. وتصدر تصريحات المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف ردا على تقرير لصحيفة نيويورك تايمز يفيد بأن واشنطن قدمت معلومات استخباراتية ساعدت القوات الأوكرانية على قتل قادة عسكريين روس. لا تكاد مدينة خاركيف تضمد جراحها حتى تتلقى مزيدا من القصف الروسي. سكان المدينة يتحدثون عما أصابهم من ويلات الحرب، حيث ضرب القصف جميع أحيائها ومنشآتها وبناها التحتية. بالغضب يشعر بترو هكذا يختصر الجواب عندما نسأله عن يومياته في مدينة تقع على خط الحرب، قبل أن يكمل عمله محاولا إزالة قليل من الدمار في حي يسكنه في خاركيف. ولدت في هذه المدينة وسأموت هنا، أمي وحيدة ومريضة، كيف أغادر وأتركها؟ سأبقى لرعايتها، لكنني أرسلت أطفالي إلى بولندا وأختي إلى تشيكيا. كل أحياء خاركيف نالها القصف منذ بداية الحرب، باتت هذه المباني شاهدة يقولون هنا على عنف القصف. نلتقي فيتشسلاف حائرا أمام ركام شركة كان يعمل بها. كنت أعمل في هذا المبنى محاسبا، الآن لا وظيفة لي. أتيت إلى هنا لمحاولة العثور على بعض الوثائق والعودة إلى المنزل الذي تعرض أيضا لشظايا عدة انفجارات والنوافذ تحطمت. نجول في المدينة على وقع تحذيرات السلطات هنا من القصف العشوائي ودعوتها السكان إلى عدم البقاء في الأماكن العامة فترة طويلة. يوقفنا سفاتوسلاف الذي خرج لشراء الخبز والعودة سريعا ليوجه رسالة إلى بوتين. لا لبوتين، لا تقطع كلامي. بوتين، أنت دخلت أوكرانيا وتوقعت أن نرحب بك بالورود، ولكن تلقيت الرصاص. على وقع أصوات الانفجارات البعيدة نكمل جولتنا على معالم المدينة في زمن الحرب، فيما تتوالى الأنباء عن تجدد القصف على الضواحي والأحياء الشمالية. هناك حيث يقع سلتفكا أكثر الأحياء تعرضا للقصف. تطوق ويلات الحرب خاركيف، هنا تبدو الحياة معلقة على حبال التطورات العسكرية في واحدة من أكثر الجبهات الأوكرانية اشتعالا، بينما يأمل من بقي من السكان أن تنتهي سريعا وإن كانوا يدركون أنها قد تطول. محمد شمرو، العربي، خاركيف. ويبقى معنا من خاركيف مراسل العربي محمد شبارو، وينضم إلينا أيضا محمد حسن من موسكو. أبدأ معك محمد شبارو في خاركيف، يعني ترصدت لنا في هذا التقرير حجم الخراب والدمار الذي تعرضت له هذه المدينة، لكن أيضا ماذا عن التطورات الميدانية، خاصة وأن العمليات العسكرية الروسية بدأت تذهب أكثر باتجاه الجبهة الشرقية والجنوبية؟
زاهر، بالفعل التقرير رصد جزء من الدمار في مدينة خاركيف، ولكن الدمار الأكبر المستمر حتى اليوم هو في الأحياء أو الضواحي الشرقية من مدينة خاركيف. اليوم هناك تصعيد كبير على طول الجبهة الشرقية من خاركيف وصولا جنوبا إلى ماريوبول. من خاركيف حيث نحن الآن لأكثر من 8 ساعات متواصلة زاهر، كان يقصف حي سلتيفكا براجمات الصواريخ باستمرار، إفادات عن حدوث حرائق في هذا الحي الذي يقصف منذ أيام طويلة. البعض يشائب حي سلتيفكا والدمار الذي في حي سلتيفكا بما حصل فعليا بماريوبول. ربما موقع هذا الحي هو ما يجعله جبهة متقدمة، فهو يقع إلى الشمال الشرق من مدينة خاركيف على بعد كيلومترات معدودة من الجبهة المشتعلة بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية. في هذه الجبهة تحاول القوات الأوكرانية التقدم. بالفعل على مدار الأسابيع الماضية تحدثت مرارا عن نجاحها في استعادة بعض البلدات. الهدف الأساسي للقوات الأوكرانية في هذه الجبهة هي دفع القوات الروسية باتجاه الحدود الروسية الأوكرانية لمنع أو لتقصير المدى لراجمات الصواريخ والمدفعية الروسية التي تطال فعليا اليوم وسط مدينة خاركيف، أو لديها قدرة على إصابة وسط مدينة خاركيف. تتحدث القوات الأوكرانية أيضا عن أنها تستعد لهجومين كبيرين، الأول في محيط مدينة خاركيف في محاولة للدفع أو السيطرة على مزيد من القرى في محيط هذا المدينة، والثاني في جنوب مدينة خاركيف في محيط بلدة أزيوم التي تسيطر عليها القوات الروسية. أيضا بالأمس عمدة المدينة تحدث عن إنجازات للقوات الأوكرانية ولكن لم يكشف عن طبيعة هذه الإنجازات. تحدث أيضا هيئة الأركان عن صدها لعدد من الهجمات الروسية اليوم في مقاطعة خاركيف. في المقابل تصعيد أيضا كبير في الشرق، أكثر من 24 هجوما تم صدهم في لوغانس، وأكثر من 12 بلدة تعرضت للقصف في مقاطعة دونيتسك، وهذه أرقام كبيرة في حصيلة يومية عادة لا تصل إلى هذه النسبة. زاهر، شكرا لك محمد شبار. واذهب إلى محمد حسن في موسكو. محمد، إذن تصريحات روسية واتهامات في الواقع بين روسيا وبين الغرب حول ماريوبول وإجلاء المدنيين، لكن أيضا أسألك عن تصريحات بيسكوف حول المعلومات الاستخباراتية التي قدمت للأوكرانيين بهدف قتل قادة روس. ما الحيثيات والتفاصيل أيضا المتعلقة بها؟ نعم، جوهر الموقف الروسي من كلام بيسكوف هو أن كل ما استمر الغرب بدعم الجيش الأوكراني بالسلاح لا طال أمد هذه الحرب، وكأنه يقول أن موسكو لن تتوقف عن تنفيذ أهدافها العسكرية بالسيطرة على كامل أراضي مقاطعتي لوغانسك ودونيتسك. وطبعا ماريوبول هي جزء من الأراضي الإدارية لمقاطعة دونيتسك، وماريوبول المنطقة الصناعية في ماريوبول أو مصنع أزوفستال هو بؤرة الصراع الأصعب الآن والمستمرة منذ بدايات شهر مارس وحتى يومنا هذا، رغم الإجلاء ورغم الاتهامات المتبادلة بمن يخرق وقف إطلاق النار. المعارك جارية وضارية هناك باعتراف الطرفين، وحتى الآن يبدو أن الأمر لم يحسم لأي جهة من الطرفين، ولكن هناك إصرار روسي على تنفيذ هذه المهمة. من كلام بيسكوف أيضا نستشف بأن روسيا مستمرة من الأهداف التي كانت قد أعلنتها موسكو من هذه العملية العسكرية هي تجريد أوكرانيا من السلاح. الغرب مستمر بدعم أوكرانيا بالسلاح، وروسيا على لسان بيسكوف وغيره من الساسة الروس أكدت مرارا بأن كل الأسلحة الغربية التي تدخل الأراضي الأوكرانية تصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي. إلى أي مدى ستستمر هذه الحرب من طرف روسيا والغرب الذي يزود أوكرانيا بالسلاح؟ هذا هو السؤال الذي يطرحه الكثير من المراقبين. وتداعيات هذه الحرب الاقتصادية بدأت بأن تنعكس بشكل واضح وجلي ليست فقط على اقتصادات روسيا والغرب، بل وحتى على مستوى المواطن الروسي وكذلك الغربي. ارتفاع أسعار الوقود الذي أدى إلى تضخم
مالي في العديد من الدول الأوروبية، بالإضافة إلى ارتفاع يعني أسعار الصناعات في العديد من المجالات في أوروبا إجمالا وفي الغرب. هذا ما يعول عليه الطرف الروسي، هذا ما نسمعه ونقرأه في وسائل الإعلام الروسية. إلى أي مدى ستستطيع أوروبا والغرب بالصمود تحت وطأة هذه الضغوط الاقتصادية التي فرضتها على روسيا أولا، ولكن كما وصفها بيسكوف اليوم أنها ذو حدين، حد يؤثر بقوة على الاقتصاد الروسي وفي نفس الوقت يؤثر على الاقتصاد الغربي نفسه. شكرا جزيلا لك محمد حسن ومحمد شبارو من موسكو وخاركيف على التوالي، شكرا جزيلا لكم.